السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة عالم العلوم. في الفيديو تاع اليوم راح نشوفو كيفاش نحسبو لوغوتاسيونال تاع ان فيكتور. لوغوتاسيونال تاع ا نكتبوه من الشكل نابلة شعاع نابلة فيكتوريا شعاع ا، حيث نابلة الحدثية تاعو دي دي اكس دي دي ايكغيك دي دي زد. اما بالنسبة لا الحدثية تاعو ا اكس ا ايكغيك ا زد. واش نروح نشوف نابلة فيكتوريا ال A نحسبو كما درنا من قبل، نديرو هنا I هنا J هنا K، عاودو ننقلو D D X بالنسبة ل G D D Y D D Z. ما بالنسبة ل A A X A Y A Z، نديرو هنا هنا اي ما نديرو ناقص جي زائد ك، كيما درنا من قبل. بالنسبة لاي هاد لالين مع هاد لالين تبقى لنا هادي في هادي ناقص هادي في هادي، واش تعطينا دي ا زد على دي ايكغيك، هادي في هادي ناقص هذه في هذه دي ا يغريك على دي زد. اما بالنسبه للجي سبريم هاد لاني مع هاد لاني تبقى لنا دي ا زد على دي اكس، دي ا زد على دي اكس ناقص دي ا اكس على دي زد، دي ا اكس على دي زد. ما بالنسبة لك هاد لالين مع هاد تبقى لنا دي ا يغريك على دي اكس، دي ا يغريك على دي اكس ناقص دي ا اكس على هادي مع هاد. دي ا يغريك على دي اكس ناقص دي ا اكس على دي يغريك، دي ا اكس على دي ايك. وهذه هي العبارة النهائية تاعنا تاع النابلة فيكتوريا ال ا. راح نشوفو اكزامبل عندنا الاكزامبل هذا ا يساوي 3 x مربع y مربع e زائد y زائد x j زائد x اس 3 y زائد مربع k. واش نروح نديرو روتاسيونال تاع a يساوي نابلة فيكتوريال a، هذه العبارة اللي خرجناها من قبل. دونك في كل حالة نحسبو، نحسبو هذه بعد هذه هذه بعد هذه وهذه بعد هذه. اول حاجة دي a زائد على دي y، سما نروحو ل AZ نشتاقوها بالنسبة ل Y، Y برك لي هو متغير سما لي بقاو كاما ثابتين. دي AZ على دي Y تبقى لنا X إس 3 Z مربع. نروحو دوكا ل AY نشتاقوها بالنسبة ل Z، Z برك لي ثابت، Z برك لي متغير، Y و X ثابتين، واش تبقى لنا Y X. اما بالنسبه ل AZ دي AZ على دي X، نروحو ل AZ نشتقوها بالنسبه ل X، مشتق تاع X هي 3 X مربع وهادو يبقاو ثابتين Y Z مربع. نروحو ل AX، AX نشتقوها بالنسبه ل Z، هنا ما كاش Z تسمى مشتق ثابت بالنسبه ل Z صفر. نروحو دي AY على دي X، AY نشتقوها بالنسبه ل X قلنا YZ، نروحو ل AX، هاي ال AX نشتقوها بالنسبة ل Y، مشتق تاع Y مربع هي 2 Y، 2 نضربوها في 3 6 تبقى لك 6 Y X مربع، 6 Y X مربع.
ومنه نستنتج في الأخير أنه نابلا أ يساوي هذه نقتل هذه إكس ثلاثة زد مربع ناقص إيكغيك إكس هذه إحداثية تاع إي منديرو ناقص إحداثية تاع جي هذه ناقص هذه ثلاثة إكس إكس مربع إيكغيك زد مربع هذه بالنسبة للجي زائد دي اي جريك هذه ناقص هذه ثم اي جريك زد ناقص 6 اي جريك اكس مربع احداثية تاع ك هذه هي النتيجة الأخيرة تاع هذا المثال. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.